تواجد استاذ علي الطرابيلي في البريمو النهارده. استاذ علي تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن محمد. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك، منور دايما. منور. نورك يا فندم. الله يخليك. خلينا نطمن على المصري وما بعد كابتن علي ماهر ورحيله من النادي المصري، التفكير في المدير الفني الجديد، وبالتالي طبعا يعني ممكن رحيل مفاجئ من وجهه نظر كل الناس اللي متابعه للعلاقه اللي كانت موجوده ما بين النادي المصري والكابتن علي ماهر. والله يا كابتن محمد، هو مساله الرحيل المفاجئ هي ممكن اي مدير فني في اي نادي يحصل امر معين ويمشي في 5 دقائق وممكن مشكله وتستمر لمده شهر. لكن احنا طبعا في توقيت حساس جدا، داخلين على فتره اعداد وبدانا فتره القيد القائمه الاساسيه ومن بعدها القائمه التكميليه ان شاء الله. فطبعا ما كانش ينفع الامور تستمر لفتره طويله عشان ما نخشش في حته الدرمه يعني زي ما بيقولوا. فما فيش اي مشكله خلاص، يعني ده امر طبيعي بيحصل في اي نادي لما كل الانديه بيحصل ان في مدير فني بيمشي وبيجي مدير فني ثاني. النادي المصري قائم من قديم الازل ومستمر ان شاء الله، والاشخاص بتتغير، ده امر لا طبيعي. اكيد يعني اكيد. لكن الفكره يا استاذ علي واللي انا يمكن بساله حضرتك، واكيد الجمهور عايز يستوضح هذه الامور، انا لا مدير فني مستقر معايا والامور ماشيه معاه بشكل كويس، هل في المفاوضات بعض الامور الماليه ومنها مستحقات قديمه كانت السبب لرحيل كابتن علي ماهر؟ وحضرتك امين صندوق طبعا النادي يعني. لا لا اطلاقا، ما كانش في اي مستحقات متاخره طبعا قديمه ولا حاجه. هو انا اقدر اقول لك يا كابتن محمد، هو يعني احنا يعني كان وصلنا لمرحله ان ما فيش نصيب صدقني يعني. ما هو ما فيش نصيب لاسباب، ما هو لالا انا ما توصلتش ل مبلغ معين او طلبات معينه في لاعبين او امور، لكن الامور بالنسبه للنادي المصري كل تقريبا اللعيبه اللي محتاجه كابتن علي موجوده، وفريق كويس، فريق يعني هيشارك في بطوله افريقيا وبعض التدعيمات بس بسيطه، لكن فشل المفاوضات مع كابتن علي ماهر اكيد ليه اسباب، وانا مع يعني انا بستوضح من حضرتك وعشان نوضح لجمهورنا بس مش اكتر. والله لا، هو ما كانش فيه فشل في المفاوضات ولا حاجه، كان تم الاتفاق مع كابتن علي ماهر من حوالي 10 ايام. تم اتفاق على الامور التجديد كلها، والنادي والكابتن علي شرعوا فعلا في الاتفاق وعلى بنود العهد، ما كانش في اي مشكله خالص. لكن يمكن يعني حصل موقف معين بس انا يعني اعتبره في غرفه مغلقه مش هقدر اتصرح فيه. يعني الامور تعرف يا كابتن، موقف معين بعيد عن اوكي، موقف بعيد عن الجزء المالي مثلا، بعيدا عن الجزء المالي وبعيدا عن الجزء الفني، خاص بمجلس الاداره والتعامل يعني، وبعيدا عن الجزء الفني كمان. هو لغايه دلوقتي ما فيش حاجه معلومه ان كابتن علي ماهر مشي ليه، هي دي النقطه. ما انا بقول لحضرتك ده امر تم في غرف مغلقه، وانا افضل ان انا يعني احتفظ بيه للنادي المصري. طب معلش هسال، كل الاحترام طبعا للكابتن علي وما طبعا كابتن علي محترم وعمل شغل كويس جدا مع نادي المصري في اكيد طبعا اكيد، لكن انا زي ما بقول لحضرتك يعني ما عادش فيه نصيب في ان يحصل استمراريه ما بين الكابتن علي وما بين النادي المصري، فامر طبيعي خلاص. ومجلس الاداره دلوقتي بيفكر في البديل، يعني في اكثر من مدير فني وبيتم التواصل معاهم، وان شاء الله اقربهم اقربهم في كلام على دي صبر، هو احد المديرين الفنيين المرشحين يعني. يعني لكن هو المؤكد، لان حضرتك بتسالني في البدايه بتقول لي عشان نطمن جماهير النادي المصري بالظبط، اللي باكده لحضرتك ان شاء الله هيجي مدير فني بحجم النادي المصري ان شاء الله. مصري ولا اجنبي؟ والله في حاليا في كلام مع مديرين فنيين مصريين اجانب وفي مديرين فنيين مصريين، لكن يعني القرار النهائي هيكون مش لعلي الطرابيلي طبعا، يعني ده قرار لمجلس الاداره. ممكن القرار يكون هيميل لمدير فني اجنبي ممكن، لكن لما هنقعد مع بعض وهنستعرض البيانات بتاعت المدربين كلهم المعروضين او المديرين الفنيين هيتم الاستقرار على افضلهم ان شاء الله. هل في اعلان مهما كلف النادي يعني؟ تمام. هل في اعلان عن صفقات بالنسبه لنادي مصر الجديده؟ لا، هو الحقيقه لغايه دلوقتي في صفقتين، في لاعب تحت السن بيلعب في مركز ديفندر، وفي احمد علاء في المدافع، دول اللي تم الانتهاء منهم بشكل نهائي. لكن خلال الثلاث اربع ايام اللي هم قبل انتهاء الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله يعني هيكون في
رتوش أخيرة مع أكثر من لاعب بإذن الله. تمام. هل في مشاكل بالنسبة لأي لاعبين محترفين أجانب؟ الأمور بالنسبة للاعبين المحترفين ماشية بشكل طبيعي؟ لا إطلاقا مفيش أي مشكلة خالص. ويمكن وحضرتك بتكلمني دلوقتي أوموتو قاعد مع أوموتو مجموعة من مجلس الإدارة. يعني كان في أمور كده يعني بعض شوائب كده بيتم إزالتها تماما. يمكن إيزي إيمي كان ما كانش فيه مشكلة بالنسبة له أساسا. كزادي كاسونجو ما كانش فيه مشكلة. فهو يعني المشكلة كانت مع سعيد صنبوري وخلاص هو غادر النادي المصري خلاص. غادر النادي المصري. طيب هرجع لحضرتك تاني في اللاعبين اللي ممكن بيفكر فيهم نادي المصري، هل في بعض اللاعبين اللي ممكن استعاروا من انديه اخرى بالنسبه للانديه من الانديه الكبيره؟ هل كان في كلام مع انديه كبيره في استعاره بعض اللاعبين؟ الاهلي، الزمالك، عندنا اتنين لعيبه هم من الزمالك صغار السن هم ما شاء الله عليهم اخذوا الدوري مع النادي. هو يعني امر الاستعاره يمكن احنا دايما بنخليه في اضيق الحدود الممكنه. اوكي. يعني احنا النادي المصري دايما بيفضل ان هو يعني ياخد اللاعب انتقال نهائي، ما بنلجاش لموضوع الاستعاره الا اذا كان يعني مركز معين مهم جدا ومطلوب تدعيمه على وجه السرعه. لان ياما النادي المصري قبل كده استعار لعيبه وكانوا يعني لسه ما حدش يمكن يعرفهم وبييجوا هنا بيقعدوا ست شهور او موسم وبعد كده بيبقوا حاجه ثانيه خالص. فالامر في النهايه يعني بيبقى الاستفاده القصوى من النادي المستعار منه اللاعب. احنا عايزين نفيد النادي المصري في المقام